جماهير النادي الاهلي، يعني اكيد في جماهير، مش كل الالتراس جماهير ومش كل الجماهير التراس، ممكن دول يكونوا الجماهير، لان الالتراس على حد علمي ما بيحتفلوش ومش عايزين يحتفلوا باي فوز اصلا لحادث بورسعيد وشهداء بورسعيد. وكمان امبارح كان حادث ماساوي بالنسبه لمصر، في ناس امبارح هي بتحتفل ما كانوش مركزين، يمكن ان كان في ناس اطفال ماتوا امبارح، شايفين الماتش اهم واقوى او دي بطوله افريقيا محتاجه احتفال، ولكن اعتقد خدوا بالهم بعديها وابتدت الناس تحس ان ما ينفعش نحتفل وفي 50 طفل ماتوا الصبح. طبعا دي ما اعرفش، يعني شايف الاحاسيس متضاربه والجماهير متضاربه في نفس الوقت، لان هم بيقولوا ما حدش يحتفل وما حدش يفرح ومش عايزين دوري عشان حق الشهداء، وبيفرحوا امبارح بالفوز، طبعا حاجه مهمه، ولكن اعتقد ان الفوز او الفرحه يعني في ظل امبارح حادثه مأساوية في مصر ما كانش ينفع يبقى بالشكل ده. ما حدش بيقول ان الفوز وحش او المكسب وحش او كله، طبعا حاجه محترمه وحاجه جميله جدا، ولكن يمكن في ناس كتير ما بلهاش في الكوره اتضايقت من المنظر، اللي مالوش في الكوره ممكن يتضايق من المنظر، اللي ما بيحبش النادي الاهلي ممكن يتضايق من المنظر، اللي ما بيحبش الكوره يتضايق من المنظر، لان يعني هيقول لك احنا عندنا حادثه وناس ماتت وانتوا بترقصوا، كل واحد في مواله، كل واحد في طريقه، كل واحد لوحده بيفكر وبيشتغل وبينزل. ولكن خلينا نقول ان الاهلي عمل شيء محترم وشيء قوي، وهو الفوز ببطوله في اجواء غير طبيعيه بالمره، ولكن انا بتكلم على تضارب اراء الجماهير الاهلاويه نفسها، ناس مقسمه ان هي ما تلعبش وما تحتفلش، وناس بتحتفل وبتهيص وبتفرح رغم ان هو كان كمان في مصيبه الصبح حصلت. يعني خلينا ناخد تليفون مهم من لعيب مهم جدا جدا في النادي الاهلي من